يعني أتمنى من حضرتك أنه لا تعسفين على الأمر العاطفي، ربما لأنه أتأثر كثيرا بهذا الموضوع. من ربما صدري لم يسع بقدر ما ضاق صدري، وربما أحبس دموعي عنوة، ليس يعني على جانب التقصير من جهة معينة، بقدر ما حزني على الوطن الذي نريده جميعا. وكنت أحد الأصوات التي تنادي منذ زمن بعيد أو منذ أشهر على الأقل على أنه نريد وطن، لكن أين هذا الوطن؟ وما نراه اليوم ربما يؤلم كثيرا أفئدتنا، ويؤلم هذا الوطن إذا ما رأى ما نراه نحن من جراحات في جسده. سيد حيدر، بدينا احنا ويعني اعتصر قلبك وردت، يعني حتى يعني كل مواطن عراقي شريف يحزن على هذا الوضع. اليوم مدارسنا أو طلابنا تسلب حقوقهم، مدارس بلا جدران، مقاعد دراسية ماكو، متهالكة، نوافذ بلا زجاج. يعني من أبرز أسباب يعني ضعف الاهتمام اليوم الاهتمام الحكومي خاصة بأبسط حقوق للمواطن العراقي وهو التعليم. تخصيصات ماكو، لكن بقية القطاعات أيضا اليوم هذا الإهمال الحكومي إلى متى؟ يعني حقيقة هو أولا يعني أتمنى من حضرتك أنه لا تعسفين على الأمر العاطفي، ربما لأنه أتأثر كثيرا بهذا الموضوع. من المؤلم جدا لي شخصيا أن أرى طفل معذب أثناء ذهابه إلى المدرسة، أو طفل لا يجيد القراءة والكتابة، أو ربما لا يستطيع الوصول إلى المدرسة، أو حتى لا يمكن أن يتعلم بصورة صحيحة ولم تلبى له كل المتطلبات في الصف الدراسي. حينما نتحدث عن هذا الموضوع ذكرت أيضا الإهمال الحكومي. يعني اليوم هو ممكن ما أعرف إذا نسميه إهمال أو إذا نسميه هذه الظروف التي عصفت بالبلاد. نحن نعتمد على الموازنة. في أزمة كورونا لم تكن هناك طباعة للكتب، لأتحدث عن طباعة الكتب أولا، لم تكن هناك طباعة للكتب. بعدها في العام الماضي كان حتى التخصيص لطباعة الكتب ما يقارب 35% من احتياج الوزارة. الوزارة اضطرت إلى إكمال 35% ب 15% من صندوق التربية، طبعت 50% من الاحتياج واعتمدت على المسترجع. هذا العام إلى الآن لم تقر الموازنة، أي لم تقر أموال إلى وزارة التربية لطباعة المناهج الدراسية. اعتمدنا على المسترجع. سيد حيدر، إذا ما أعيد كل المسترجع، يعني احنا بدنا نتكلم عن طباعة الكتب، لماذا لم تتم طباعة الكتب في المطابع الخاصة أو حتى مطبعة وزارة التربية؟ من المسؤول اليوم؟ لا أكيد اليوم حتى مطبعة وزارة التربية، أنا تحدثت للسيدة وجدان حينما نقول 12 مليون تلميذ ومع طالب، إذا كان هناك كل طالب لديه 5 عناوين أو 3 عناوين من الكتب، كم تحتاج إلى أحبار وإلى أوراق اليوم؟ يعني حتى وإن كان هناك لوزارة التربية مطبعة، ما استطاعت وزارة التربية أن تطبع لهذا العام هو منهاج اللغة العربية، لأنه تأليف جديد للصف السادس الإعدادي من صندوق التربية، طبعت هذا المنهاج اللغة العربية بشكل كامل لطلبة الصف السادس الإعدادي. لكن بهذا القدر ما يقارب ربما 200 مليار تحتاج الوزارة لطباعة الكتب، لا تملك الوزارة هذه الأموال، وهي بالأساس لم تخصص لها موازنة، أو لم تخصص الموازنة، أو لم تقر الموازنة عفوا. بالتالي كيف ممكن أنه تطبع وزارة؟ لو كان هناك أموال لطبعت وزارة التربية حتى في المطابع الأهلية والمطابع الحكومية، ليش لا؟ يعني مثل ما تصبح أو مثل ما يكون كل عام هناك موضوع طباعة الكتب، وهناك تكون مناقصة وتكون لجان لهذه المناقصة، وتكون عقود، ومن أنه يكون الأفضل بالطباعة الأفضل ضمن النقاط، تكون فيها تقييم لكل مطبعة، وتمنح بالتالي عقود الطباعة. لو كانت هناك أموال موجودة زي المدارس الخاصة، وهذا الكلام أتحدث لشبيه وزارة التربية